في الماضي كانت ممارسة الجنس أكثر بين الحقول والغابات والمروج، واليوم لم يعد الأمر بتلك الحرفية، لكنه يعتمد على معلومات وتدريب أفضل ومراعاة أكثر للشريك. عندما تعرفنا على بعضنا لجأنا إلى طقوس التانترا بسرعة، وقد أدى ذلك أيضا إلى توسيع آفاقنا. أخيرا اكتشفت ما يثير استمتاعي أثناء ممارسة الجنس وكنت في 55. تخيل، لقد تأخرت لأن الكثيرات عرفن ذلك قبل تلك السن بفترة طويلة. أوتا تبلغ من العمر 65 عاماً وهي في طريقها إلى موعدها الغرامي. السيارات الأنيقة جزء من حياتها. السيارات في الواقع هي شغفي الثاني، فكل شيء يجب أن يمضي بسرعة. بن هو حبها الأول، يعيشان معاً منذ عامين. بن أصغر منها بثلاثين عاماً، ويمكنه قيادة سيارتها أيضاً. هو موسيقي يعمل بشكل رئيسي في الليل. هل نمت جيداً حبيبي؟ نعم، ذهبت إلى الفراش مبكراً جداً، في الثانية والنصف. تعرف الاثنان عبر منصة إنستغرام، وتحب أوتو إظهار جسدها على حسابها، وتتحدث بصراحة عن الجنس في سن الشيخوخة. كنت أفكر بما سنفعله، فالجو كان شديد البرودة وأردت الذهاب في نزهة معك. كانت تلك فترة تفشي كورونا ولم نستطع الدخول إلى أي مكان. ثم أتيت أنت وقلت لي لدي قهوة وبقلاوة. حينها فكرت أي نوع من الرجال يكون. ذهب الاثنان إلى منزل أوتا. هي بالعادة لا تفعل شيئا من هذا القبيل. هل تتذكرين عندما سألتني هل تدرك فارق السن بيننا؟ كانت مرة واحدة وقلت كم هو كبيرنا الكون؟ ما هو عمر هذا الكون القديم اللانهائي؟ كل هذا لا يهم. هناك فقط حياة بشرية قصيرة، 30 عاما، إنه مجرد رقم. يجد الاثنان ميولاً لبعضهما بعضاً، ميولاً جنسياً أيضاً. لفترة طويلة لم يكن هذا أمراً طبيعياً بالنسبة لأوتا. لم يكن الجنس ممتعاً بالنسبة لي. تحملت كل شيء وعرفت حينها أنه بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة سيحين الوقت للسماح للشخص الذي أعيش معه بممارسة الجنس معي حتى يكون أكثر استرخاءً. استمر الأمر على هذا النحو حتى بلغت 50 عاماً. في آخر علاقة طويلة لي قلت أنا لست بحاجة له بعد الآن، لست بحاجة للجنس بعد الآن. إذا استمرت العلاقات بدون جنس فسأقطعها. أوتا ليست وحدها. في ألمانيا يمارس معظم الناس الجنس بشكل أقل مع تقدمهم في السن، بينما يمارسون الجنس أكثر بين 25 و45 عاما، ثم يقل بعد ذلك خاصة بين النساء. المستشارة الجنسية هايكا نيمايا. الكثيرون بما في ذلك لسوء الحظ العديد من كبار السن من الجنسين لا يعرفون حتى رغباتهم، لأنهم لم يتعلموا أبداً الشعور بهذه الشهوة أو تجربة الجنس بمفردهم، وبالطبع ينتج عن هذا غالباً صعوبات في التواصل مع الشريك. حتى مجرد القول هذا يعجبني يكون ليس بالسهل. Petrol. Ja. Öl ist blau mit bisschen grün.
تحب دورو وولف الحديث عن الفن بقدر ما يتحدثان عن الجنس. يقول الاثنان إنه لا وجه للمقارنة مع الماضي. عندما التقينا كنا في أواخر الأربعينيات. في الماضي كانت ممارسة الجنس أكثر بين الحقول والغابات والمروج، واليوم لم يعد الأمر بتلك الحرفية، لكنه يعتمد على معلومات وتدريب أفضل ومراعاة أكثر للشريك. بدأ كل شيء بجلسات تعلم طقوس التانترا. في التانترا نقوم بطقوس حقيقية. في المقام الأول تم تصميم كل شيء بشكل جميل ورائحة جيدة، لذا يمكنني أن أتمنى شيئا كتدليك لطيف على سبيل المثال. لكنهما يدركان أيضا أنهما سيتقدمان في السن، هو في 70 وهي في 71. بدأ ذلك مع أعراض انقطاع الطمث، أي مع بدء التعرق والشعور بالتوعك، وفجأة لم يعد كل شيء جميلا كما كان، حتى أن المعاشرة في حد ذاتها أصبحت مختلفة. التغييرات التي طرأت علي شغلتني كثيرا عندما لاحظت أن قدرتي الجنسية لم تعد كما كانت في سنوات شبابي. يعاني رجال كثيرون من مشاكل الانتصاب مع تقدمهم في السن، نحو 20% اعتبارا من سن 55، وأكثر من 30% اعتبارا من 66، غير أن الزوجين لا يرغبان في أن يؤثر ذلك عليهما. ليس سرا أن بعض الأدوية تقدم مساعدة هنا، يمكن شراؤها بسهولة من الصيدلية كدواء الصداع، أي دون الشعور بالحرج. عندما يشارك الجسم كله في التجربة ويعيشها، بعدها ستختفي المشكلة التي كانت المرأة تعتقد بوجودها بعد سن انقطاع الطمث. حينها أشعر بنفسي جميلة أيضا، أي أستحم وأتعطر وأرتدي الزي المناسب، وزوجي ينجذب لي. الجنس الجيد يبدأ عندما نتوقف عن شد بطوننا ونفكر، هل الثديان مشدودان بالفعل؟ هل مظهري جيد؟ كل ذلك يتغير كثيرا مع التقدم في السن، ويبدأ المرء في تقبل نفسه ولا يوجه لجسده انتقادات بصورة مستمرة. حينها يتمكن من عيش التجربة الجنسية بصورة أفضل بكثير. تدرك أوتا أيضاً أنها لا تريد التخلي عن رغبتها الجنسية بعد. انفصلت وانتقلت إلى مسكن آخر لتبدأ من جديد. بدأت بعدها بمعادة رجال كثيرين بالمعنى الإيجابي لأجلي أنا، ولا أعرف كيف كان ذلك بالنسبة للرجال. ثم اكتشفت أخيراً وأنا في 55 ما يثير استمتاعي أثناء ممارسة الجنس. لقد تأخر ذلك كثيراً، لأنني أعتقد أن الكثيرات قد عرفن ذلك قبل تلك السن بفترة طويلة. في سن 63 التقت أوتا ببن وكانا سعيدين، فقطعت تواصلها مع الرجال الآخرين. لكن والدة أوتا احتاجت إلى وقت قبل أن تقتنع بالعلاقة الجديدة لابنتها. عندما سمعت أن صديقها شاب في مقتبل العمر، فكرت ما الذي يريده منها شاب مثله؟ وما هي نواياه؟ لكن عندما التقيت به أدركت أنه لطيف ومستعد لتقديم المساعدة، وأنه إنسان تلقى تربية حسنة. بن يعتبر أوتا امرأة متميزة للغاية. عمرها نقطة جذب بلا شك، فهذا جزء من سحرها. إنها امرأة محنكة وتعرف ماذا تريد، ولديها تجارب كثيرة، وهذا يثير إعجابي. نساء كثيرات يتحسرن ويقولن جسمي بات مترهلا، أو أشعر بأنني لم أعد جميلة. لكن عندما تشعر المرأة بذلك ستتولد لديها قناعة أن الآخرين لا ينظرون إليها على أنها جميلة. يجب على المرأة التخلص من هذا الشعور. فإذا كنت تحبين نفسك ستتمكنين من حب الآخرين. هذه هي الطريقة التي نجحت معي.
لقد عادوا إلى الإنترنت، كل شيء على ما يرام. لابد لي من الرد على الرسالة. لم تنتهي رحلة دورو وولف مع طقوس التانترا. تعرف في الإنترنت على أشخاص جدد وسمع عن إمكانات جديدة. لقد قلت يجب أن نذهب إلى نادي جنسي. بعدها قالت لي حسنا سنفعل ذلك مرة، ثم قلنا إن لم يعجبنا الأمر فيمكننا المغادرة والعودة إلى المنزل ببساطة. كنا دائما محظوظين، فقد كوننا خبرات جديدة جيدة حتى في تلك النوادي. أيضا هناك إثارة جنسية مظهرية، وبعدها يرى المرء الآخرين ويراه الآخرون أيضا. عندما نذهب إلى النادي الجنسي وأرى هناك رجلا آخر يبدي اهتمامه بدوره، أو أنها ترى أني مهتم بامرأة أخرى، فإن هذا شعور يمكنك القول فيه حسنا إن الأمر يشبه القول بأن المرأة لازالت لديه قيمة سوقية إذا جاز القول. يحدث دائما أن أنظر بعدها لفولف بشكل آخر مختلف، وأتقبله بشكل متغير. أجد أن من الرائع أن نساء أخريات يبدين اهتمامهن به ويجدنه جذابا. نقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا: يجب أن أجرب كل شيء، ولا أعتبر نفسي جيدا إذا لم أمارس الجنس يوميا. هذا هراء بالطبع، فممارسة الجنس مرة في الشهر ستكون جيدة تماما كممارسته يوميا. وإذا غابت الرغبة في الجنس فهذا أمر مقبول، لا يوجد شيء ينبغي أن ينطبق على الجميع. اليوم لديهما شواء في حديقة المنزل. أصبح أوتا وبن جزءا ثابتا من حلقة أصدقائهما. مع كل إيماءة وتعبير وجه ينظران لبعضهما، أرى أنهما يعيشان قصة حب كبيرة ونقية، وهو ما لا يمر به الجميع. إنها قصة حب رائعة، وخاصة بالنظر لهذا الفارق في السن. وهذا ما يرغبان في المحافظة عليه طالما كان ذلك ممكناً.